السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا الف خير يا رب العالمين، تكونوا بصحه جيده يا ربي. عندنا التوابل ديال هذه الوجبه هذه ان شاء الله بحول الله. عندي هنايا كيلو تاع مطيشه، وعندي هنا نص كيلو ديال الحوت السردين، غادي نقيتهم قبل وغسلتهم وخليته جنب. وعندنا هنا التوابل، عندي هنايا كاس ديال الزيت بلديه، كاس صغير كاس زيت بلديه. وعندي هنايا الهريسه مدقوقه، فيها الكمون و يعني كمون حبوب دقيته مع هاد الهريسه هذه، ثومه، قزبر، شويه ديال الزعتر حتى هو دقيته معاه، وشويه ديال المليحه معاه حتى هو، والحار طبعا طبعا الحال. عندي هنايا شويه عاوتاني ديال الزعتر، هنايا تحميره، وهنايا قزبر مقطعه، عندي كنخليه من بعد غادي نديرو من فوق ان شاء الله بحول الله، هو والزيتون. وعندي هنايا الرز سلقته نص طلقه ماشي بزاف، باش غنديروه مع الحوت هذا ان شاء الله بحول الله ويا رب العالمين. يلا نخليكم مع هذا الفيديو، تشاهدوا مع هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله، يكون خفيف وظريف على قلوبكم يا ربي. ونبداو بسم الله على بركه الله وافضل عليه الصلاه والسلام، صلوا على رسول الله. ويلا على خوتي الهضره بعد النوبات كتهرب لي، غير قبلوا عليا. يلا خليكم في التحضير ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. دابا ميدعقت هاد الحوت ديالنا، دابا نرموا عليها التوابل ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. غنديروا غير شويه من الحاجه، من بعد عاد نديروها عاوتاني في الطاجين ديالنا ان شاء الله. واحدة صافي، واحدة حنت لنا هذا. ومن بعد حنا بشرنا حكينا المطيشه ديالنا، غادي نطبقوا على الزيت هذا اللي عندنا. ورميو التوابل اللي كانت درنا من قبل، شويه ديال الزعتر حتى هي. كيجي الطاجين واعر، الماكله ديالو كتجي روعه، ما تشبعوش منه. كيجي وشويه ديال الفلفله حمراء، ودابا نخليوه يطيب. بدمن نكورو ديال نكورو هاد الكفته ديالنا ان شاء الله بحول الله. غنخلطوا هذا مزيان، وتنخلطوا هاد العناصر كامله مع بعضياتها باش العناصر تجمع مع بعضياتها، تخلط يعني، ما تبقاش شي فيه العطريه وشي ما فيه شي. وغادي نبقاو هكذا حتى نكوروها ان شاء الله بحول الله. وغادي نديروا في الطوجين ديالنا، راه سبقنا درناه يطيب. ومن بعد غتشوفوا الشكل ديال هاد الطبق هذا ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. وانتم معايا المشاهدين، وغتشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ان شاء الله بحول الله. هانتوما معايا. هنايا شلاضة غسلتها وقطعت على هذا الشكل، هذا الخس قطعنا على هذا الشكل. هذا عندنا حبه ديال المطيشه، حبه ديال لابوكا، وعندنا هنايا بروكيل على حسب. قطعت على هذا الشكل هذا وسلقته بواحد شويه الملحه، غير نص سلقه، ما سلقتوش بزاف، غير نص سلقه. وعندنا هنايا واحد بصيله مشلضه على هاد الطريقه هادي بحال هكا، شلطو رقيق. وعندنا هنايا الزيتون تزين حتى هو، وعندنا هنايا مايز عاوتاني عندنا هكذا. المهم غادي نزوقوا الطبق ديالنا بالشلاضه ديالنا ان شاء الله بحول الله. كل حاجه غندير منها شويه 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 شويه، وغادي نكملوا التبصيل ديالنا. وعندنا البيض سلقته
وانتم معايا المشاهدين الطبق الاخراني ان شاء الله. مزوقنا على هذا الشكل هذا هكا. دابا عملنا هنايا واحد نص حمضه وعملت واحد الراس ديال المعلقه ديال الابزار وشويه الملحه والزيت واحد جوج معالق ديال الزيت. ودابا غادي نكبوا فوق هاد الشلاطه ديالنا ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. نقوم ماشي هكذا نتمنى تعجبكم اخوتي هاد الوجبه اللي عملت حضرت معاكم كتجي روعه. تحضروا وقتاش ما بغيتو في الفطور في السحور في العشاء اللي حبيتو اخوتي كتجي هائله الصراحه. نتمنى تعجبكم وهاد الطاجين ديالنا وجد لينا ورميت عليه شويه ديال الزيتون زينتو بالزيتون وشويه د الحار شويه ديال شويه ديال القزبر. هادشي اللي كان الهضره كتمشي ليا حبايبي ديالي ما عندي ما ندير اللي عطا الله هو هذا. ونخليكم فيديو اخر ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. ومع السلامه وشكرا لكم وجزاكم كل خير. وما تنساوناش اللايك والاشتراك فضلا ليس امرا. ونخليكم فيديو جاي ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. والسلام عليكم.